GFX Academy. عايز احول التكست بتاعي لفيكتور. طبعا طول الخط انا عمال اتكلم في فيكتور فيكتور، وعايز احول من بيت ماب لفيكتور والكلام ده كله. دايما الفيكتور زي ما قلنا الكلام ده ليه خواص كتير ممكن تقدر تتحكم منها. عايز بقى احول المره دي تكست لفيكتور، هل ده ينفع؟ او شيب، هل ده ينفع؟ اه ينفع. هات لي دي فيت ويندو، انا عاملها 600 في 400. هات لي مثلا الاستيج بتاعي اسود بالشكل ده، ونبدا نكتب ونحول بطريقتنا. عايزين نكتب مثلا اخلي الاعدادات ماشي، هنكتب وبعدين هنتكلم بعد كده. انا مش عايز اندنت خالص في البداية، هخلي دي بقى في النص كده، واقول جي اف اكس اكاديمي دوت نت. تمام، عشان اخلص من ده كله، من السيليكشن مود ده او التكست ده، بضغط سكيب بلاقي نفسي طلعت، وبروح ضاغط في، يبقى انا كده دخلت ايه جوه السيليكشن مود. طيب لما اخش تاني ايه دبل كليك، بجيب جي اف اكس اكاديمي دي كلها مثلا، واختار نوع الخط اللي هو ايه امباكت مثلا. تمام، بكبر شويه واخلي جي اف اكس دي مثلا اكبر، اميزها شويه. تمام، واخليها باللون البرتقالي حاجه زي كده. تعالى لي بقى في نص الاستيج، تعال نشوف هنحول الكلمه دي لفيكتور ازاي. هنعمل كده، نضغط عليها بعد ما ظبطت اللون ونوع الخط وكل ده واستنطها، بعمل بريك ابارت على طول. لازم معانا بريك ابارت ده في كل حاجه. كنترول بي او من قائمه موديفاي بريك ابارت كده. ايه اللي حصل؟ تعالى بقى قرب. ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعالى كده هتبص تلاقي نفسك بدات تخش في موضوع الشيبس، يعني بقى تسحب خلاص بقى شيب معايا. لو ضغطت على اي واحدة فيهم بيقول لي ايه شيب مش تكست، ولا درو اوبجكت درو. تمام، طيب ايه بقى اللي ممكن نعمله دلوقتي؟ انا مثلا عايز ادخل التطبيقات اللي احنا عملناها في الدرس ده، يعني اعمل ايه دلوقتي؟ هقول مثلا هختار دول، ضغطت شيفت اختار كل ده، جميل. وعايز اخلي دي فيها حاجة زي ميتال شوية او معدن شوية، بعمل ايه؟ تعال بقى شوف التكتيك ده. يا اما بختار دي وبعدين بختار ده، بس ده هينزل لي ايه الافكت بتاعي على كل واحد منفصل او على كل حرف منفصل. لو جيت عملت كده بص ايه اللي حصل، الباك جراوند سودا هنا ما طلعتش سودا، فمش باين الافكت بتاعي. طب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الستيج ده من هنا عشان بس الرؤيه بتاعتي، انما لو انا عايز الباك جراوند سودا بعمل لير تانية، او بسميها دبل كليك مثلا بي جي، واقول له مثلا في التويندو عشان اشوف كله، واروح جاي عامل ريكتانجل، ما مش عايز بوردر خالص، وعايز لونه اسود ومنيل، واروح جاي عامل ريكتانجل كده في اللير اللي تحت مين الكلمه او اللوجو بتاعي. كده انا عملت ايه باك جراوند، هتظهر معايا فين في التست موفي بتاعي. جميل، طيب انا مش عايز كده، الكلام ده يمكن قلته قبل كده، خليني بقى اروح جاي اعمل لك دي. مش عايز انا الافكت ده يبقى نازل عليهم على كل واحده من دول، انا عايز الافكت ده ينزل عليهم كلهم مره واحده، فبروح جاي مختار دي. تمام، وبعد ما بختار دي بروح جاي رايح على ده كله،
هدي كده خليهم دول كلهم بيض زي ما هما، وهدي واختار لي اللون بتاعها مثلا ده. ايه اللي هيحصل برضو على كل واحدة؟ لا ما تختار ليش دي في الاول، اختار لي بقى ده الاول. ماشي، اعمل بره ما تختارش حاجة خالص، تمام، اختار الافكت ده وبعدين دي. تمام كده، انت ايه هتحط على اللي انت عايزه. تمام، طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ ركز معايا في الحته دي، انا مش عايز اختار دي خالص. ماشي، انا هعمل ايه؟ اخترت الافكت بتاعي وراح جاي معلم على ده كله، جاي مختار ده. يبقى اول حاجه اخترت دي الافكت بتاعي، تمام، وبعدين رحت جاي مختار على كل ده مختاره، بعدين رحت رايح تالت حاجه دي وراح جاي عامل كده، بلاقي راح نازل لي على كله. الافكت فين؟ تاني، أول حاجة بختار الإفكت اللي أنا عايزه، وبعدين بختار الحروف، وبعدين بروح على البينت باكت، وراح جاي ضاغط ضغطة بلاقيها نزل على كله. أوكي، في من الكيبورد، أنا كده خلاص طلعت من السليكشن تول. عايز بقى أتحكم في الحاجات دي، وخدناها في الجريدينت، وراح دايس إف، دايس ضغطة كده أبص ألاقي إيه؟ اتحكمت في مين؟ في كله زي كده. جميل، وأروح على سيليكشن تول عادي. تعالى بقى نتحكم في الدنيا كلها من هنا. هنا أختار ده مثلا اللون الأسود ده، أختاره اللون ده مثلا. بص انا الافكت عامل ازاي، بدأ يديني زي الكريم، لون الكريم كده. طيب تعالى بقى نعمل افكتاتنا. اللون اللي تحت خالص المفروض ان هو بقى يبقى غامق، اغمق حاجة شوية، واللون فوق اللي فوق خالص هنشوف هنعمل. تعالى حطي نقطة في النص وخليها لي ابيض خالص، وهات لي النقطة دي وخليها لي اللون ده. ايه اللي هيحصل؟ عمل لي حاجة زي كده. طيب تعالى تاني، دي على فكرة ده تقريبا اللي كان حصل في اللوجو بتاع جي اف اكس اكاديمي اللي موجود فعلا يعني ده كده. خلينا نديه كده مثلا واحدة هنا وواحدة هنا. ماشي، خليني ده احط فيه اللون ده، وده هخليه اللون الأبيض. إيه اللي حاصل؟ حاجة زي الميتال خفيف. أوكي، أفتح شوية، يبقى هنا مثلا حاجة زي كده. تمام، يبقى انا عملت افكت حاجه كده زي الميتال شويه. تعالى ده وده وده، جميل، عايزين نحط عليه نفس الطريقه، نعمل نفس اللي عملناه. هنعمل ايه؟ هنختار الافكت بتاعنا، وبعدين هنختار الحروف، وبعدين نروح على البينت باكت او البينت فيل، واروح جاي باخد ضغطه اطلع من السليكشن مود، من البنت بنت باخد سيليكشن مود بفي. اوكي، او اف على طول، واروح جاي لافف دي، جاي عامل كده اضغط في من الكيبورد، واروح جاي رايح اختار اللون الاغمق شوية ده الناحية التانية، اللون الافتح منه اللي هو البرتقالي. وانا جيت عملت افكت زي ده، فيكتور او شيب، يبقى انا دلوقتي حولت التكست لشيب. جميل، اللي انت عايزه ممكن تبدأ تعمله اهو. اوكي، ممكن تعمل حاجة زي كده، ممكن تعمل حاجة
زي مثلا كده. تمام، حاجة زي دي، اللي انت عايزه اعمل وريني هتعمل ازاي. مش مهم اللوجو جي اف اكس اكاديمي خالص، المهم ان انت تعمل حاجة من وحي خيالك وطلع بقى شغل وريني عشان نبدأ نقيم. طيب ايه كمان ممكن نعمل؟ دي الانك بوتيل، ونخلي طبعا ده خلاص طالما دخلت في الانك بوتيل يبقى هتخش في اللون الاستروك على طول. هختار ده مثلا، هضغط ضغطة ضغطة، بص ازاي بدأ يبان، شوف جي اف اكس بقت عاملة ازاي. ممكن ادبل كليك بشيفت عشان اختار كله، وهتحكم في عرض الخط نفسه، هخليه مثلا زي 0.50 اللي هي نص يعني، بحيث انه يكون رفيع شوية. خلاص هو ده اللي انا عايزه، يبقى انا عملت حاجة زي كده. جميل، احب اتحكم في الاضاءة بتاعت الحرف نفسه، يبقى بضغط عليه دبل كليك، بعمل اف الكيبورد، حاجة زي كده، أكبر شوية مفيش مشكلة، خلي عين الإضاءة كلها مفيش مشاكل، بروح جاي حاجة زي كده. جميل، يبقى أنا وصلت النتيجة في ثواني، أقدر أشتغل على التكست وهعدل فيه بقى. عرفت دلوقتي اللوجوهات بتتعمل إزاي؟ هي بالتكتيك ده بالظبط، بجيب نوع الخط المناسب اللي يقدر يقرب لي على فكرتي، احول لفيكتور او شيب، ابدا اشتغل على الحركات بقى بتاعتي جوه اللوجو والافكار، وبعدين ممكن اعمل لمسات فنيه اخيره بالانك بوتل والكلام ده كله. دي كانت فكره عن ازاي تعمل لوجو سريع جدا داخل الفلاش CS 5.5 والكورس بتاعي.